النهارده هتبدا فعليا الانطلاقه الاولى للاعبتنا ورجالتنا في منافسات بطوله الالعاب الاولمبيه باريس 24. مصر مشاركه ببعثه قويه جدا، بعثه فيها ابطال اقويه جدا عندهم طموح طبعا كبير في صناعه انجاز تاريخي لبلدهم. البعثه مليانه عزيمه واصرار، عاوزه تكتب اسمها بحروف من ذهب في اهم حدث رياضي عالمي، الكرنفال، بطوله الالعاب الاولمبيه. طبعا ده بيبقى حدث رياضي مهم جدا على مستوى العالم، وامبارح الحقيقه مشهد وصول مركب البعثه المصريه لمنطقه حفل الاولمبياد في العاصمه الفرنسيه باريس كان مشهد مبهج وجميل ومشرف، مشهد جمع كل اللاعبين الابطال في مصر وفي مقدمتهم البطله المصريه ساره سمير واحمد الجندي اللي كانوا شايلين على مصر والسعاده ماليه وشوشهم. مشهد بيعبر عن قوه واصرار لتحقيق الاهداف وايضا اعتلاء منصات التتويج عندما يحققوا الميداليات المختلفة بإذن الله. إن شاء الله كل التوفيق لرجالتنا، لأبطالنا المشاركين في أولمبياد باريس. بعثتنا المصرية مشاركة بأكبر عدد من اللعيبة على مدار تاريخها كله في الدورات الأولمبية السابقة بواقع 148 لاعب ولاعبة أساسي و16 لاعب احتياطي. إجمالي عدد اللعيبة وصل 164 لاعب في 22 رياضة مختلفة. طبعا بعثة أبطال مصر كمان هي الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا، عندهم سعي كبير جدا في تقديم نتائج طيبة، وإن شاء الله السعي ده يترجم لأرقام متقدمة خلال المنافسات.